موجز أخبار الثالثة من يو تي في، أهلا بكم. بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تفعيل التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الطاقة والزراعة والصحة وإدارة المياه ومشاريع البنى التحتية والتبادل الاقتصادي والتجاري. وبحسب بيان صادر عن مكتبه، فأن الحلبوسي أكد دعم البرلمان للتعاون بين الحكومتين العراقية والإيطالية في المجالات التي تساهم في تحقيق خدمة تلبي حاجة المواطن، معربا عن تطلع بغداد لتعزيز سبل التعاون وتفعيلها بين البلدين. من جانب، أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية عن سعيها لتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدة دعم بلادها للعراق في جميع المجالات. سياقي، ناقش رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني مع نظيرته الإيطالية جورجيا ميلوني ملفات التعاون في مجالات الزراعة والصحة ومختلف أوجه التبادل الاقتصادي والتجاري. بيان حكومي ذكر أن السوداني أعرب عن تثمينه الدور الإيطالي ضمن التحالف الدولي لمحاربة داعش، مؤكدا تطلع العراق إلى تفعيل مسارات الشراكة والاستثمار مع إيطاليا وعموم دول الاتحاد الأوروبي. جانبها، أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية أن العراق القوي شرط من شروط ازدهار منطقة الشرق الأوسط واستقرارها، مبينة أن زيارتها الرسمية للعراق تمثل بداية لعلاقات متميزة تربط الشعبين الصديقين. رجح عضو اللجنة القانونية النيابية سالم العنبكي استمرار النقاشات حول مشروع موازنة 2023 إلى شهر نيسان المقبل. وذكر العنبكي في تصريح صحفي أن مشروع الموازنة لم يرسل حتى الآن إلى البرلمان، مبينا أن التأخير يتعلق باستمرار المداولات حول تضمين سعر الصرف وبرميل النفط في الموازنة. نظم عشرات من موظفي صحة صلاح الدين وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف الرواتب والمستحقات المتأخرة. وقال مراسلنا أن الوقفة الاحتجاجية جرت أمام مستشفى سامراء، مشيرا إلى أن المتظاهرين طالبوا بصرف رواتب متأخرة منذ شهرين وإطلاق الترقيات بأثر رجعي وإضافة الشهادة وصرف مخصصاتها للمستحقين. مدة ما يقارب الشهرين احنا ما مستلمين راتب، حالنا حال اي دائرة صحة ثانية، رواتبنا واقفة، العلاوات والترقيات والترفيعات مالتنا واقفة، صار تقريبا ما يقارب 4 سنوات الموظفين يعانون من هاي المسألة، ان حقوقهم مسلوبة لمدة 3-4 سنوات. تأخير الراتب لمدة شهرين، اغلب الموظفين يعانون من نقص برواتبهم، يعني اصحاب عوائل، اصحاب يعني اطفال، الشخص اللي قاعد منهم ايجار يعني يعاني من هالمسألة، إضافة إلى العلاوات والترفيعات متوقفة من حوالي 3-4 سنوات. اليوم الوقفة الاحتجاجية أمام مستشفى سامراء العام هي بسبب تأخير الرواتب لشهرين متتالية وما مصروف لنا، وبالإضافة إلى توقف الترقيات والعلاوات والترفيعات وعدم إضافة الشهادات المطابقة والمغايرة وعدم صرف مخصصاتها. جددت القيادة المركزية الأمريكية اتهامها إيران بمواصلة نشر الأسلحة لوكلائها، مشيرة إلى أن طائراتها المسيرة تهدد أمن المنطقة. قائد القيادة مايكل كوريلا ذكر في تصريح صحفي أن طهران ما زالت تستولي على شحنات السفن في المياه الدولية وتهاجم القوات الأمريكية في سوريا والعراق، مؤكدا أن واشنطن تعمل على تقنيات جديدة لمواجهة خطر مسيراتها. الموجز، شكرا للمتابعة.